عمر كمال عبد الواحد عمر هيبقى فين السنه الجايه او في يناير؟ هو كده عقده ينتهي بنهايه الموسم الحالي مع مودرن فيوتشر، هل هيستمر مع مودرن فيوتشر؟ هل هيروح الاهلي، الزمالك، بيراميدز، المصري؟ بص يا كريم، على الرغم من ان السوق ما فيهوش لعيبه كتير، لكن زي ما قلت لك في خناقات على لعيبه يعني، وفي يناير يعني دايما يناير برضو ما بيبقاش ميركاتو جامد بالنسبه للانديه لعيب او اتنين دول، لكن برضو عمر من ضمن اللعيبه اللي عليها صراع من دلوقتي. التفاوض شغال مع عمر، الزمالك بيتكلم جامد جدا من قبل مرشحين ورجال اعمال، النادي الاهلي بيتحرك، النادي المصري بطلب من الكابتن علي ماهر داخل بقوه في الصفقه، لان كمان المصري يا كريم كان قريب في الصيف من حسم الصفقه، كان قريب جدا. والمصري اصلا ليه فلوس احمد رفعت مش عارف شبه بغض النظر، بس كان يعني بيخلصوا كل حاجه وكان لاعب وخلاص حسم رغبته ورايح المصري مع الكابتن، لكن الموضوع وقف. حتى اللاعب نفسه قال انا مش عارف موضوع المصري وقف ليه. فالانديه كلها شغاله، اللاعب طبعا مستني اللي يخلص معاه الاتفاق، سواء زمالك سواء الاهلي. الزمالك شويه متعطل بسبب قصه القيد والازمه، لكن برضو التفاوض شغال، الناس بتتحرك من بدري عشان بمجرد ما تخلص. عمر الاقرب فين؟ لا صعب دلوقتي تقول وجهه قريبه يعني. اجاوب عمر بنسبه تتخطى 90% في الاهلي في يناير على طول كده. انت اي حد معدي هتقول لي في الاهلي؟ اي حد. انا نسيت اقول اسمه بس في الكلام ده، هي قائمه الاهلي عدد اللعيبه اكبر من القوائم الفرق الثانيه بجد والله. يقعد يجادل ويجي بعد كده. ايوه لا انا عايز اعرف والله، ده مجرد سؤال. الفيديوهات دي بقى بعدها. ايوه لا انا مجرد سؤال، هل الاهلي قائمته على عددها ازيد؟ ده على فكره ده سؤال منطقي. الاهلي فيه اهتمام. عمر ليه؟ عمر مكانه فين في قائمه النادي الاهلي دلوقتي؟ تمام. الاهلي فيه اهتمام هناخدها ايه ستيب باي ستيب كده. عمر فيه اهتمام من النادي الاهلي بيه كبير. فيه اهتمام. عاجب مارسيل كولر؟ عاجب مارسيل كولر. اللاعب ووالده عندهم رغبه ان هم يبقوا موجودين في النادي الاهلي؟ عندهم رغبه. اخطر احد المسؤولين او بعض المسؤولين في الجهاز الفني لفيوتشر ان هو بيتمنى الانتقال للنادي الاهلي، وان الموضوع كان من المفترض ان حصل تفاوض من السنه اللي فاتت والموضوع وقف. الكلام ده مش التغيير اللي حصل في مودرن فيوتشر والاداره ومش عارف ايه، قرب الامور شويه، قرب الامور شويه. فعمر قريب جدا من الانتقال للنادي الاهلي في يناير. طيب ميزه عمر ايه؟ اول حاجه عمر لعيب جوكر، وده حاجه بيحبها جدا مارسيل كولر. لعيب يلعب باك يمين، يلعب جناح يمين، يلعب باك شمال، يلعب مهاجم، ولعبها مع الاسيوطي قبل ما طبعاً يتم بيعه، ولعبها مع المصري. يعني لعب في اكتر من مركز، وجوكر ويقدر يلعب في اكتر من مكان. اللاعب من اللعيبه المتاسسه صح، اللي هو مش هيفرق معاه ان هو خلاص 29 ودخل في ال 30 فيعطل. لا اللاعب لياقته كويسه، لعيب ملتزم جدا، تونه هادي. بيوصفوه في النادي الاهلي ان هو لعيب شبه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، او اللي النادي الاهلي بيحبها او بيفضل انها تبقى موجوده. فانت بتقول 90% موجود في النادي الاهلي. عمر ليه مش 90% مودرن فيوتشر ينجح ان هو يجدد له؟ لا اللي اعرفه ان الناس في مودرن فيوتشر عايزين يبقى فيه او يرجعوا العلاقات مع النادي الاهلي تاني. عمر ممكن يمشي فري في اخر الموسم، فيقول لك انا ابيعه بدل ما اللاعب يمشي او بلاش. اللاعب اخطر المسؤولين في الجهاز انه رغبته الاولى النادي الاهلي، حتى لو جاي له عرض خارجي يعني يخرج بره في اي دوله خليجيه او دوله عربيه يروح الاهلي كترتيب اول، بعد كده لو عرض خارجي بره. الفكره الثالثه ان يبقى موجود مع الكابتن علي ماهر اللي هو بيعتبره الاب الروحي بتاعه اللي خده معاه في كل النادي. انت كده بتقول ان الزمالك خيار رابع بالنسبه له؟ هو لا عمر هو ما قالش رابع، هو قال مش رابع. هو انا بحكي لك والله كريم يعني معلوماتك. لا ما طبعا خد بالك برضه يا كريم، انا عايز اقول لك حاجه. طبعا في ازمه ثقه دلوقتي ما بين اي لعيب لما بتيجي تتفاوض معاه في نادي الزمالك، الكل شايف الازمه. لكن برضه نحط في الحسبان ان اللي تعاقد مع نادي مع عمر كمال يجيبه نادي الزمالك، والصفقه وقتها ازمه القيد، لكن اللاعب كان في عقد بينه وبين نادي الزمالك. يعني هم رجال الاعمال اللي موجودين دلوقتي ويعني بيقودوا الامور جوه نادي الزمالك، ففي تفاوض اصلا حاليا ما بين اللاعب وما بين رجال الاعمال الزملكاويه، وهم بينقلوا للاعب ده ان انت ما تقلقش من حاجه، والناس هتيجي، المجلس الجديد هيخلص وهيحل ازمات وهنحل القيد وفلوسك هتاخدها. فانت برضو احنا في متغيرات كتير جدا. في حاجه مش قادر قبل ما تقفل في حاجه مش قادر افهمها قولي. او في حاجه في الكلام عارف اللي هي ضد التقاليد. ليه اللي بيتكلم في اللي هو في طب حد ضمن ان هو ينجح؟ طب اللي بتفاوض وبيقول لي اللعيب هجيبك وتبقى معاك، طب انت ضامن ان انت تجي مثلا يعني اللي بيتكلم ما تحسبهاش ان هم كده كده اللجنة لا كده كده وهو بيتفاوض مع لاعب بيحط وخلي النوايا حسنه يعني ايوه
انه بيحط خيار حتى لو ما كسبش الانتخابات. ما هو بيتفق على فلوس يا كريم. يا لا كريم لا مش قصدي اللي دفع 90,000 دولار لاوسوريو هل كان ضامن ان هو ينجح؟ لا لا دي ممكن حد من رجال اعمال بيعملها. انت بتقول اللجنه اللي جايه وهتدير وكارش انتخاب. انا عشان اختم بس هو كده كده سريعا هو انا دلوقتي بتفق مع فتوح على 18 و19 و20 21 طب انا الفلوس دي هدبس فيها الناس اللي هتيجي ليه؟ يعني هنا الفكره انا ما اقدرش ابرم. واللجنه الثلاثيه على فكره بقصه الكهرباء، الكهرباء كان طلب انه يسد الكاش ويشيلوا حته الفوائد. اللجنه قالت له احنا لجنه تسيير اعمال ما نقدرش نديك قرار كده كده. الزمالك مضطر من دلوقتي يكون بيتكلم على ايه، وبيتكلم في ديون قديمه، وبيتكلم حتى وهو صعب عندوش والله ما يقدرش يستنى حتى لكم ال10 ايام ولا 14 يوم. لا خلاص اسبوعين والناس تنجح وتشتري. كل يوم عنده مشكله يعني.